عطية، هل من رأسية؟ الله نعم، لابا لابا السفاح، لابا السفاح يأتي الآن ويسجل الهدف الأول برأسية عن طريق الهداف. نعم سيد المهاجمين يأتي الآن ويسجل الهدف الأول لمصلحة الزعيم، لمصلحة فريق العين برأسية لابا، برأسية لابا. وهنا السفاح، نعم من يأتي ويسجل الهدف لمصلحة الزعيم، لكن العرضية، العرضية من بندر، العرضية دائما من بندر. وهنا الارتقاء، والارتقاء في الشباك، في الشباك يسجل الهدف، التقدم لمصلحة فريق العين. إذا لابا الهداف الكبير، من يأتي؟ نعم هو سيد المهاجمين وهو السفاح الزعيم، يأتي الآن ويسجل لمصلحة البنفسج، لمصلحة الزعيم العيناوي. يتقدم الآن بهدف مقابل لا شيء برأسية محكمة من هذا الهداف الكبير. نعم نعم عندك لابا، عندك قناص موجود في أرضية الملعب، وبالتالي يأتي الآن. وهنا الفرحة الكبيرة للأمة العيناوية المتواجدة في الطرف الأيسر لمصلحة الملك، لمصلحة فريق الشركة. هل من عودة؟ وهل يأتي بهذا التوقيت؟ الله نعم، هذا الملك، هذا الشارقة، هذا الشرجاوي يأتي الآن ويسجل هدف العودة، هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد فراس بالعربي، بالعربي يأتي الآن ويسجل هدف التعادل لمصلحة فريق الشارقة. نعم الملك يعدل المسار ويسجل هدف العودة في نقلة، في كرات، لاحظ هذه الكرة من كايو، من كايو لعبها، الله 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 الله، وهنا في الشباك. نعم وضعها التونسي محمد فراس بالعربي في شباك حارس المرمى خالد عيسى، وبالتالي المباراة أصبحت مثيرة هنا في أرضية الملعب. هذا ما نتحدث، الهدف راح يحرك اللاعبين، وبالتالي الآن نشاهد المباراة بهذه الصورة من خلال الدقائق الماضية، الدقائق اللي نشاهد فيها أهداف، هدف هنا وهدف هناك وهدف هنا.